يو يا اوكي. فلا شايفين طنط اللي قاعده على الحيطه دي؟ طبعا بالبحر بقعد اذاكر هنا واقرا هنا، اقعد العب رياضه هنا ما بين التمارين. بقالي فترة ما عملتلكوش روتيني الصباحي، هو ما اتغيرش. السفر بحاول ان انا التزم على قد ما اقدر بالروتين بتاعي، اصحى بدري اشرب الكوفي، ما بشربش كوفي اول ساعتين، بشرب حاجة دافية في الغالب بيبقى كركم مع رشة ملح اسمر فلفل اسمر. والنهاردة هاخدكم معايا في الروتين الصباحي بتاعي. دلوقتي الساعة نشوف، انا صاحي الساعة 5:30، دلوقتي الساعة 6:19 على ما صحيت. فهو وقت كده ويعني بقيت في المود وحطيت لبس الرياضة. انا باخد ساعتين تقريبا عشان ابتدي رياضة، بس الساعتين دول بقى بقعد ايه، اقعد كده اسمع ميوزك هادية، احط انتنشنز باليوم، اعمل جورنالينج، اقعد شوية مع نفسي كده اعمل مديتيشن، افكر في الاهداف والاحلام اللي انا لسه عايزة احققها. ايه تاني؟ بقعد طبعا اتعلم شويه من اللغه الجديده اللي انا بتعلمها، وانتوا عارفين اللي متابعني على الانستجرام عارف ان انا بتعلم اسباني الايام دي، ولغه جميله جدا جدا يا جماعه، خاصه ان انا اتعلمت فرنساوي درسته سنتين، فالاسباني اسهل بكتير من الفرنساوي. جوزي بيعاني مش عارف، يعني اتحط في المود، يعني بقاله كتير طبعا ما درس او مذكرش، انا على طول ديتد بحب اتعلم حاجه جديده. واخدكم في جوله في البيت الجميل اللي انا قاعده فيه. شايفين مع ده يا جماعه البيت اللي انا قاعده فيه ده، زي ما بنقول عليها الليفنج روم. شايفين المنظر، هي مكركبه شويه بس ما علينا. هنا المطبخ كل حاجه مفتوحه، انا بصراحه مش بحب الستايل اللي كل حاجه مفتوحه عشان التراب والدوشه والكلام ده كله، بس يعني احنا قاعدين، اللي متابعني عارف ان انا فول تايم ترافلر وبسافر وبروح اقعد في الاماكن الحلوه دي كلها ببلاش مقابل تبادل خدمات. فده زي المطبخ هنا كده شايفين، وده هنا الكوفي اريا، في كوفي ماشين والكتل، ودي شوية يعني جنجر واسمه ايه ده، توم وحاجات كده. ودي زرعة الاوركيد يا جماعة، انا بحبها جدا، كيوت. شايفين جمالها؟ طبعا الجنينة هاخدكم فيها لفة بعدين، بس خلينا نبص هنا. شايفين البيت الجميل اللي انا قاعدة فيه ده؟ طبعا الحيطة كلها مصنوعة من المش، يعني هوا حر اي حاجه بتدخل، بس هو الفكره كلها في الامبيونس، ان هي كده تحس ان انت او انت عايش وسط الغابه. شايفين الشجر معدي لجوه، شايفين الورده معديه لجوه. استنى افتح لكم النور، اعمل لكم شويه جو، ولا كاني فتحت حاجه يعني بيتر. شايفين هنا الكوفي ماشين، وهنا السيتنج روم، وهنا جوه هنا في التلفزيون، دي كلها الشبهات بتاعتي. وهنا في زي ترابيزه، ادي بيعمل السيشن اللي عارفين طبعا، انتوا عارفين ان ادي جوزي دكتور سايكولوجيست، بس الايام دي شغال هو اونلاين عشان احنا بنسافر. فشايفين دي كلها الشبهات بتاعتي، كذا واحده عشان ما انساش، عشان دي كنت لابساها في الهالوين او في الديا دي مورتس، اوكي، بس ما بلبسهاش طبعا في المناسبات اللي هي التنكر. شايفين هنا الفيو، ادي بيقعد تعمل السيشن بتاعته هنا. وهنا زي ما قلت لكم في التلفزيون، انا بحب عاجبني الاطباق اللي هي اللي شبه اوراق الشجر دي، كيوت. وده التلفزيون طبعا، الدولاب انتيك، كل حاجة هنا يعني انتيجوا يعني قديمة. شايفين المفاتيح اصلا؟ شايفين بقى الشجرة دي جميلة جدا، ماشي بقى. شايفين هنا ديكورات اكتر، طبعا في دور تاني
هنطلعوا مع بعض زي اوضه كده برضو نفس النظام، الحيطه كلها معموله من المش. شايفين الفيو؟ الجنينه بقى طبعا تحفه يا جماعه. فده اول دور شاور، شايفين الشاور هنا، وفي هنا زي بلاص مليان ميه، وفي حنفيه وكده. فشايفين طنط اللي قاعده على الحيطه دي، جميله جدا. شايفين الجمال؟ هنا الترابيزة بقى اللي بنقعد يعني نشتغل عليها، ده الكرسي بتاعنا، ده بتاع الكامب. يعني حتى السبب هقول لكم بعدين، هوريكم في الفيديو كده. الفيو كام هنا؟ بطاطين عشان لو عايزين تتدفوا شوية. طبعا مش عارف انتوا هتسمعوا صوت البحر، البحر قريب مننا. طبعا بقى هنا الجمال كله في ايه؟ طبعا هنا شايفين الحيطة من فوق، الحيطة هنا، الجمال كله في صوت العصافير. ان انا اصحى الصبح عشان اسمع صوت العصافير واليمام. سامعين؟ وطبعا اشوف الشروق. انا وادي بروح، يعني انا وادي دايما بنحرص ان احنا نروح نشوف الغروب على البحر، نتمشى كده للبحر ونتفرج كده، ويبقى المنظر جميل جدا يا جماعه، انا بحبه جدا. طبعا النباتات هنا تحفه. احنا عندنا هنا شجره رمان وشجره باشن فروت، يعني عندنا هنا البوله مليانه باشن فروت. ده المكتب بتاعي، بقعد اذاكر هنا واقرا هنا. تمام. الميزه بقى في المطبخ، انا بحب، انتوا عارفيني طبعا انا بحب المطبخ، في زي اوفن واير فراير، وفي التولز كلها انا محتاجاها، وهنا في مايكروويف جوه يعني. طبعا بقى ايه، كنت عايزه برضو يا جماعه اوريكم الاوركيده الحلوه الجميله دي. شايفين؟ شايفين تحفه، شكلها حلو قوي. شايفين جمالها؟ طبعا هنا تقعدوا تستجموا كده وتقروا، دي كلها معلومات عن المنطقه اللي انا قاعده فيها باها. وي هاخدكم بقى بعد. طبعا دي انا بقعد العب رياض هنا واعمل جيم، وده السويمنج بول، وفي نافوره انا بحبها جدا، هاخدكم واحنا بنعوم، واوريكم برده وانا بعمل الهامك معلقه هناك هنا وانا بلعب رياضه. دي كانت المقدمه، لسه هفرجكم على بقيه البيت، لان طبعا في اوضه نوم هنا وحمام، وفي يعني مغاره تانية، بس ادي نايم، فاستنى لما يصحى عشان اوريكم جوه، كمان اخدكم لفه في الجنينه. دلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ ايه، اعمل الشوت، المورنينج شوت بتاعتي، واقعد كده امزج، اسمع ميوزك حلوه، اقعد اتعلم لغه جميله بمزج. طبعا اول حاجه بحرص عليها ان انا املى ازازه الميه بتاعتي 2 لتر. طبعا انا بشرب اكتر من 2 لتر وقت التمرين، بخلص ما بين التمرينه والتمرينه باخد سيبين كده ميه، فبكون خلصت لتر ولتر بقيه اليوم. وبشرب كمان لتر بقى ايه، شاي، قهوه، اعشاب، يعني عندي نعناع، ليمون جراس، الحاجات دي كلها. حضرت القهوه، سيبها على جنب لغايه ايه، ادي يصحى. شايفين بقى القهوة يا جماعة؟ بحس ان هي زي ايه، بخور كده في البيت، حتى لو مش هشربها اول ما بصحى، بس بحس كده ايه، بتدي اجواء الحاجة نفسها حلوة، تخليك تنامي. طبعا بقى احنا مبنشربش مية، سوري، قهوة اول ما بنصحى، عشان ما نش يعني ما نصحيش الجهاز العصبي بتاعنا بطريقة عصبية، هو عصبي لوحده. هسيبها كده مع نفسها، يحصل لها بروينج. دلوقتي احضر بقى ايه المورنينج شوت بتاعتي، ده سيج، واحضر جينجر و كركم. يلا بينا نحضر. ياخد الكتل لانها كيوت، وهبدا احضر المورنينج شوت بتاعتي في المكة الحلوة. حطيت الكركم،
احط ربع ليمون، انا باكل مثلا بتاع 3 4 ليمونات في اليوم. نعصر الليمونه ونجيب الجنجر عشان الجسم ميمتصش، مش بيمتص الكركم. انا بقى بحط الميه البارده الاول، بعد كده شويه ميه سخنه عشان الليمون ميفقدش خصائصه. شويه صغير بس كده، هسيبه شويه كده عشان الجنجر ينزل العصاره بتاعته، بس عايزين نغطيها بحاجه. افضل وقت عندي في البومين كمان، اقعد بقى اعمل جورنالينج، اسمع ميوزك هاديه كده صباحيه، او اتفرج على حاجه بحبها في الخلفيه وانا بذاكر وانا بكتب وانا كده بجمع افكاري. ده احلى وقت بحبه. معايا شايفين بقى الشمس بدات تطلع، شايفينك كمان. اكتبوا لي كومنت حلو بقى وانتوا بتتفرجوا. شايفين كمان طبعا العصافير، طبعا العصافير هنا شكلها يجنن بجد، اشكال جميله جدا جدا، والوانات اصفر واحمر وازرق، الازرق اللي هو يعني الوانات يعني شفت امبارح عصفور لونه بيربل وده لوني المفضل. فلا بجد باها العصافير في المكان اللي انا قاعده فيه اسمه تودو سانتوس، جميل جدا العصافير والورود والشجر. وانا كمان من عشاق الكوكونات بالمز اللي هي شجر جوز الهند، بحس كده في الشموخ والهيبة. وتاني حاجة بحب شجرة اللي هو النخيل، بحب النخيل عشان ده طويل كده وعالي وممشوك وعنده رشاقة كده ويطلع ثمرة خيرة وجميلة. انت كمان خليكي زي النخلة، خليكي زي شجرة الكوكونات، عندك شموخ وعزة ورشاقة ومهتمية بنفسك وبجمالك ولوحدك كده مع نفسك فوق، يعني يا جبل ما يهزك ريح. انا بحب كده الشجر ده جدا. يلا نقعد نستجم. Thank you.
انا من عشاق اغنيه نسيني جاسمي الجبل، مش هقدر اشغلها عشان الكوبي رايت ما يحصلش بلوك للفيديو، بس بحبها جدا اسمعها كده واحس بالشموخ. وبان ان احنا كنا بنتكلم على شجره النخل وجوز الهند، فالاغنيه تلاقي طبعا كده. بحب مزمز الصبح دارك شوكليت، يعني انا مش عارفه ان دي مقاطعه ولا مش مقاطعه، يعني انا لسه يعني بعد ما اشتريتها قعدت افكر هي مقاطعه، بس انا في الغالب بجيب شوكولاته الدارك اوريكو المكسيكي. انا خلصتها بجيب اللي هو النوع ده. انا دايما بحب اشجع الصناعه المحليه بتاعت المكسيك والناس اللوكال، لان بعمل لهم سبورت. دي طعمها حلو جدا، يعني ما اعرفش هو قال لي اخر مره لما بقول له دارك شوكليت هو لما جايب لي ناند، فهخلصها بس اعتقد ان هي مقاطعه وهركز على دي. دي حلوه قوي من غير سكر وحلوه وجميله، وساعات بيبقى فيها قطع، في انواع منها كتير، ساعات بيكون فيها الموند، ساعات بالهاني، في تغيير يعني نسبة الشوكولاتة في 70-80%. انتوا انا قاعدة كده بكلمكم في عصافير حواليا قدامي جميلة جدا. هقفل الفيديو لان ادي صحيح صحرا عنده سيشن دلوقتي، فمش بحب يعني بحترم خصوصيته، خصوصا في السيشنز بتاعته ممنوع الكلام يطلع بره لان دي حاجات بتبقى برايفت بيبقى طف. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هبدأ اعمل جورنالينج. الساعة تقريبا دلوقتي 7 الساعة دلوقتي 7 بالظبط. هقعد اعمل جورنالينج، اخد الدارك شوكليت واقعد اسمع ايه اقرا الكتاب بتاعي ده شارياه سكند هاند بمقابل بسيط جدا. اقعد دلوقتي اذاكر. الجناين جه عشان بقت دلوقتي 9. بصراحه لسه ما عملتش ورك اوت لان الجنين كان بره وعامل دوشه، فقلت اخد بريكفاست ده اوتس بحط عليه بيض بيت عشان ازود نسبه البروتين، وعامله سموزي من البيريز فروزن بيريز مع مانجا وشرايح موز. الميكس غريب شويه او مش غريب، هو بصراحه انا عايزه اخلص ده. الاوتس كنت طبخها بقالي فتره، فقبل ما تبوظ حبيت اكلها عشان استفيد بيها بدل ما تبوظ وتترمى. وكمان كان نفسي مشتهيه سموزي بول. وبعد كده هروح نعمل كامبينج، فبيبقى معانا تلاجة بس مش فريزر، فعايزه اخلص البيريز قبل ما نبتدي نطلع نروح نعمل كامبينج تاني. ودي كانت نص موزه اكلتها فكنت ايه خلاص، بس هو كله على بعضه هتبقى حاجه يامي يعني. وطبعا الكوفي هقعد هنا انتخ تاني. خلصت مذاكره شويه حلوين، دلوقتي هقعد اخد الكوفي مع بريكفاست. هقعد كده يا جماعه امزج اتفرج على فيديو يوتيوب بكون بحبه. بصراحه انا عندي شويه انكزايتي قبل البريود، انتوا عارفين الواحد بيبقى موده متقلب، فانا مودي متقلب فاي للادي احترس. فرحت كده عملت شعري شويه وحطيت عليه زيت وبرفيوم في نفس الوقت، كنت شارياه من مينيسو كان عاجبني جدا. وزي ما قلت لكم بس انا عايزه اخلص الاكل ده، وفي نفس الوقت هو حاجه صحيه. حلو والله. هو في الغالب انا بحب افطر بروتين وافوكادو، سوري بيض وافوكادو، بس ده برضو غني بالبروتين والانتي اوكسيدنت. انا مش عارفه اتكلم ليه، لان طبعا البيريز صحيه جدا. ده فيه 3 انواع من البيريز، ستروبيري وبلوبيري وراسبيري، نو 4 راسبيري وبلوبيري وستروبيري وبيريز اللي هي التانية. في بيريز البلوبيري اللي هي السوفت، وفي البلوبيريز اللي هي البلوبيريز، وفي البيريز اللي هي التوتة اللي هي محببة اللي شبه الراسبيري بس لونها اسمر او ازرق، فحلوين. ومانجا طبعا، المانجا هنا غالية قوي في مصر، المانجا غالية برضو في مصر بس ارخص من هنا بكتير. فانا بحب ايه، في معلومة حلوة قوي سمعتها، ان جيب الفاكهة اللي المجمدة بيبقى سعرها ارخص. يعني انا بشتري شوية البيريز الصغيرين كده عاملين 80 بيسوس،
الباكج بتاع الفروزن فود، الفروزن فروتس او الفروزن بيريز كلها عامله 120 بيسوس، فارخص بكتير ما انا اشتري فريش. بس ساعات بشتري الفريش كده اقعد انقمش فيه وانا قاعده في العربيه رايحه مكان، بس دايما بخلي عندي في الفريزر فروزن بيريز ومانجا، ويحطوا برضو موز. ممكن تعملوا زي نايس كريم حلو قوي، بتحطوا في الثلاثة الاربع ايس كيوبس مع موزاية مجمدة مع بيريز، يبقى زي الايس كريم كده لو انتم مش شاهين حاجة حلوة. وفعلا بعمله بحبه قوي. Los abuelos se emocionaron al recibir la tarjeta. La abuela incluso lloró de felicidad. La comida. أنا من الأشخاص اللي يا جماعة بحب أدخل الخضروات الورقية في أكلي كأنها زي السبايسز، توابل. بس طبعا ببقى خايفة بقى إن هي تبقى فيها تراب وديرتس ومش فيها حاجات مش نظيفة. لما جيت المكسيك هنا لقيتهم بيستخدموا حاجة حلوة قوي، بيستخدموا المحلول ده، تحط منه نقطة على لتر. تحط قد ايه؟ اهو 20، سوري ده كمية كبيرة، 1 لتر لنص معلقة 7 ملي من ده، 10 دقايق بيموت كل اي حاجة مش حلوة. انا بحب يعني الخضار يكون نضيف نضيف، عشان كده مش بآمل للسلطة اللي بتبقى موجودة في المطاعم. فبغسلهم كده الاول شطفة، انزل لو في اي حاجة كده، وبعد كده احنا معلقة تبقى يعني تقريبا كده شبه الفينيك، واحطه وننقعه لمدة 10 دقايق. في ناس بتستخدم الخل، انا دايما تلاقي الخل معايا وحواليا في كل مكان بلف في العالم، معايا خل بنضف بيه هنا الحوض، بنضف بيه خضار، بعمل بيه كل حاجة يعني بصراحة، بحطه على السلطة. بس دايما بحب البلسامك فينيجر اكتر، يعني البلسامك فينيجر اكتر حاجة محبة، بس اسمع ان الخل التفاح هو احسن حاجة. دي كده معلومة كست بيت شاطرة على السلة. هنقعه كده واسيبه، اعتقد ان ده اكتر من لتر، بس مش مشكلة. خلينا ننضف الحوض، انا هيس نضافة يعني، ما يعني انا سبت الفطار عشان اجي انضف بس كده. ننقعه، وقعت الوصفة. حطيت على سموزي بول بولون بيز، ده معرفش يعني هو يعني مصنوع من النحل، عسل النحل، بس سمعت ان ليه فوائد كبيره جدا. بس مكتروش لانه فيه سكر وبيدي طاقه، فانت لو حاسه بالهبوط وكده ومهبطه خدي طاقه. This lesson we will listen to one simple story in Spanish. It is perfect for all beginners. شوفوا يا جماعه، انا كنت دلوقتي قاعده قلت خلاص انا هقوم اسيب سبانيش واقوم اتمرن. المفروض ان النهارده تمرينتي هتبقى اريال يوجا، ده الهامك بتاعي بس انا رافعه لفوق عشان يعني ما يخبطش فيا وانا رافعه عليه. الناس اللي بيجوا بقى ينضفوا لي سويمنج بول قرروا يجوا دلوقتي وقت ما انا جايه اتمرن. التصوير عايزه اقول لكم ان التصوير بياخد وقت، يعني المفروض ان انا الساعه 7:30 بالظبط بكون بتمرن، على 9 ببدأ اخد شاور بقى واظبط الفطار واروق الدنيا حواليا واعمل تحضير لوجبات اليوم، عشان انا بحب احضر وجبات اليوم ابقى عارفه ان انا هطبخ ايه النهارده وايه وايه في العشاء والغدا، وانا بحضر الفطار عشان ما ايه ابقى مبرمجه دماغي على الاكل الصحي. جاي بقى مش عارف جوم اقعد بقى اكمل اسباني، شكلها ما فيش تمرين النهارده، مضطهديني. والتصوير كمان بياخد وقت، التصوير بياخد وقت، شايفين؟ تعالوا اتمرن، شايفين اتمرن على ندى. ده يا جماعة البرس بعد يعني معظمهم عملتهم سموزي فرسته، بسيب شوية للبرن زي ما قلت لكم. هو كام نوع؟ في اللي هو البلو بيري والبلاك بيري، اسمه بلاك بيري، وفراولة، وفي راسبيري بس الدشدشة بتبقى فراجايل قوي، مش عارفة
في واحدة هنا، فبكسره كده عشان يبقى زي الجرانيش او بدل الجرانولا، عشان عايزة ابطل اكل جرانولا لان بيبقى فيها سكر كتير، فهستخدمه كأنه حاجة مقرمشة مع شوية نوتس، بستخدم ده للجرنش. خلاص الناس مشت تمام وراح اتمرن، خلاص جوع فجأة، دي عيب الواحد ياكل شوفان على الصبح بالجوع بسرعة. عملت بيضة وسيلري، سيلري و ادمامي بروتين عالي، فالاحسن ان احنا نبتدي الفطار بتاعنا ببروتين عالي عشان ما يحصلكوش كده اللي حصل لي دلوقتي. هاكل ده حاجة سناك خفيفة، هملحه وطالي سبايسز واتمرن، هوريكم نفسي وانا بتمرن، مش هعدي اليوم غير ما اتمرن صدقوني. خلصت الورك اوت يا جماعه، ودلوقتي معايا السويمنج بول، هنط في الميه لان عرقانه جدا، استاهل صح. عملت تمرينه قويه ففخوره بنفسي. يلا بينا نروح على البول.
عندي أوضة النوم عادية، مفيش حاجة مميزة، تلفزيون، حاجات بتاعتي بس التيبل تمام. وده طبعا باب دلوقتي الحمد لله، ده كمان ده كان فيديو النهاردة اللي انا بعمله في يومي الصباحي في السفر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات. انا هاخد شاور وهدب في البول دلوقتي، ولو عندكم اسئلة اكتبوا لي بالكومنتات وانا هرد عليكم. متنسوش تتابعوني على الانستجرام واشوفكم في الفيديو ده.